السلام عليكم. كم صح رمضان؟ كم صح افطر؟ كم صح صيام؟ كم لعشاق المعسلات؟ اذا في شهر رمضان يوم في كاينه جوجا كويزين، راح ندير لكم حلوه معسله مقرمشه وايضا مورقه في وقت وجيز، يعني في بمقادير بسيطه جدا في متناول الجميع، فقط ب 100 غرام لوز او اي مكسرات تحبوها نتحصلوا على بلاتو رائع من هذا الحلوى. اذا نتمنى تتبعوا للاخير هكذا تستفادوا من هذا الوصفه وتحضروها باذن الله. هنا قلت لكم عندي 100 غرام فقط من اللوز، يكون محمص وملحي، بقشره بهذه الطريقه، يعني ديو اي مكسرات تفضلوها. هذا السمن ايضا خليته، يعني ما ذوبتوش مليح، خليته بقوام كريمي. اذا نحضروا هذا الحلوى بلاباط فيلو الجاهزه، يمكن تحضروها في البيت، سبق ان درت لكم الوصفه. انتم الى شريتوا هذه الجاهزه تكونوا اقتصدتوا في الوقت ايضا بدون جهد بدون اي عناء. الاهم الوصفه مضمونه والنتيجه رائعه والحلوى تجيكم بنينه بزاف بزاف. نتخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي بلاتو صغير حوالي 24 على 24 بهذا الشكل المربع، انتم على حسب افراد العائلة يمكن تحضروها في بلاتو كبير. انا راح ندير دو بلاتو. في الاول اذا ندهن كامل هذا البلاتو بالسمن، عمروه بهذه الطريقة، هكذا الحلوة تاعكم تجيكم مليحة ومقرمشة وما تلصقش اثناء الطهي. ها هي اذا لاباط تاعنا، لاباط فيلو الجاهزه، كما على بالكم هي رقيقه وهشيشه بزاف، يعني تعاملوا معها بكل حذر. في الاول ناخذ 3 اوراق. ها هي اذا اوراق الفيلو، هي شفافه جدا. في الاول اذا ناخذ بالبنسو دهنوها كامل بالسمن، الى تفضلوا ايضا الى تفضلوا هذا النكهه، او يمكن تعوضوه بالمارغرين او بالزبده، ولكن نخليها في قوام كريمي. تتساءلون عن السبب، لانه اذا كان درناها بقوام سائل راح تدينا كميه كبيره. هي الطبقات قلت لكم 3 طبقات، هكذا نتعاملوا معها بكل سهوله، ونقدروا نطويوها ايضا بدون ما تتلف او نكسروها. دائما قلت لكم بالبانسو دهنوا بكل الطبقات بالسمن. بعدها اذا ندير فوق الطبقه الثالثه هذا اللوز المحمص والمرحي، يمكن تحمصوه في الفرن او في المقلاه، يعني كيما تحبوا، المهم خليوه بهذا اللون وطحنوه بقشورو. بعد ما اذا درت طبقه من هذا المكسرات قلت لكم يمكن ديروا الكاوكاو، نطويه بهذا الشكل حوالي سنتيمترين، وفي كل طبقة ندهنها بالسمن، أيضا نزيد لها قليلا من المكسرات أو قليلا من اللوز، ونواصل حتى نكمل كامل هذه الأوراق بنفس الطريقة. ها هي اذا راح نقسمها هكذا، تجي لي في البلاتو اللي كنت دهنته كما لاحظتوا بالسمن، هكذا تجيكم مقرمشه وتديكم اللون الاحمر من تحت ومن الجوانب ايضا، يعني بهذه الطريقه. نكمل نزيد نكمل نديركم واحده هكذا تفهموا مليح، بعدها نرجع ونكملوا بقيه المراحل.
ها هي اذا بعد ما كملت وزدت قطعت هاي قطعيها كما تحبين، مستطيلات او مربعات، حجم كبير او حجم صغير. في الاخير دهنها بالسمن فقط طبقة رقيقة، وندخلها للفرن لدرجة حرارة 180 لا اكثر. كي تشوفيها اخذت اللون من الاطراف كامل، زيدي شعلها من الفوق تاخذ فقط اللون الذهبي. فيما يخص السيرو، اذا بما انه ما درناش السكر في العجينه، نديرو اذا 2 كوبين من السكر مع 2 كوبين من الماء مع اون ترونش دو سيترون. بعد الغليان نحسب 10 دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد. ها هي اذا الحلوه تاعنا بعد ما خرجناها من الفرن رائعه، خذت لي اللون يعني طابت مليح ومقرمشه مباشره وهي ساخنه. نسقيوها بالسيرو بعد ما خليناها يبرد. اذا يمكن الى ما حبيتوهاش تجيكم حلوه بزاف، يمكن ديروا غير كوب سكر مع 2 كوب من الماء، او 1.5 كوب سكر مع دائما 2 كوب من الماء. قلت لكم انا درت دو بلاتو، درت هذا الشكل الكبير ودرت صغار للاولاد. اذا زينوها في الاخير باي مكسرات عندكم، يمكن ديروا لها البيستاش او اللوز او الجوز او حتى الكاوكاو او الفول السوداني المحمص والملحي. ها هي اذا تجيكم مورقة بهذا الشكل يعني رائعة، نتمنى تحضروها وتبعثوا لي تطبيقاتكم على في المجموعة الخاصة بالقناة على الفيسبوك جروب جوجو كويزين، نخلي لكم الرابط. نتمنى تحضروها وتنجحوا معها. ها هي اذا النتيجة، راح نقطع لكم حبة تشوفوها من الداخل يعني رائعة. كما لاحظتوا مقادير بسيطة جدا، عجينة فيلو جاهزة، 100 غرام من اللوز فقط، وخذت لي كمية صغيرة من السمن والسيرو. ها هي النتيجة أمامكم ناجحة، هي تستحق التجربة. لاحظوا مقرمشة خاصة كي تكون سخونة، يعني كي تقعد تزيد تشرب من هذا السيرو. على هذه نقلكم أترككم في رعاية الله وحفظه. صحة فطركم، صحة صيامكم، إلى اللقاء والسلام عليكم.